كربلاء ودهوك، صافرة الدولي علي صباح ولقاء كربلاء ودهوك لحساب الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. الركنية الآن عباس يلعبها عالية وخطيرة والإبعاد، مرة أخرى خطأ حرة مباشرة لنادي كربلاء. هناك انطلاقة من زيدان عبد الجبار خطير لكن ما مرت، على اعتبار حقق انتصار. انطلاقة الآن، حاول زياد، الله، إلى ركلة مرمى، ضاعت الكرة. هذا اللاعب كوفن داخل منطقة الجزاء، زيار كوفن، لكن محاولة خطيرة كانت من زياد أحمد. لاعبين عالية، الكرة من محمد لكربلاء لبعد من الدفاعات، راجعة مرة أخرى في مباراة لحساب الجولة 15 من دورينا موسم 22-23 داخل منطقة الجزاء، وتصل لعبد العزيز عمار. لعب فريق نادي دهوك خطيرة داخل منطقة الجزاء، الله الله الله، رضا فاضل عالية الكرة ومرت من الدفاع. لا يمر داخل منطقة الجزاء، رضا فاضل تسديدة سامهن إلى ركلة مر، حلوة كانت من البور. مؤازرة والتشجيع من جماهير كربلاء. رضا قريب، محاولة لكربلاء، حاول يمر خطيرة، حصل أحمد بشار، محاولة جيدة كانت من رضا لكن رضا كان يحتاج إلى جماهير العميد الكربلائي. عباس ماجد، هريم عالية، ابعاد للكرة من زامل مهاري، زيدان عبد الجبار، محاولة ينتظر زامل، زيدان مع زامل، خطيرة 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 وإلى الركنية. الإبعاد من البرازيلي لوكاس الأيمن، ركنية لكربلاء داخل منطقة الجزاء، تصل لزياد. يعني كربلاء 7 أهداف بالشوط الثاني، ممكن نشاهد الأهداف بشوط المباراة الثاني. الراية والتسلل أمامية من أحمد، زيار كوفن، طلاقة من زيار خطيرة لدوك، زيار حاول عالية والرأسية، الله، من زيار لزياد، لكن برافو لعبد العزيز عمار، حارس مرمى كربلاء صاحي ينقذ مرمى كربلاء من هدف أكيد. حسين النجم يلعب الكرة، اللاعب البديل، كرة بها الوسط، مصطفى علي يحاول إلى محمد كريم، عملية تمرير لرضا خطيرة خطيرة، ومحمد معا وقريب زيدان والإبعاد هذه المرة، تقل إلى الركنية. محمد سعيد مدافع إلى كربلاء، عالية الرأسية، فراس أو سجاد، إبعاد من الدفاعات نادي دهوك، ضغط من كربلاء وإلى أحمد بشر، راضي، مصطفى، عملية تمرير خطيرة خطيرة، الله، ضاعت على كربلاء، حلوة من رضا، رضا فاضل هذا صاحبه، لحظة رضا والتسديدة، لكن حاول من مصطفى كوني، زيدان عبد الجبار، هجوم لكربلاء، حاول يمر حاول يمر، عالية خطيرة، الله، على هذه الكرة مصطفى راضي فيه، او صح سوي انت على طريقة صاحب عباس، يا مصطفى عالية لكربلاء والى ركلة، لكن والله عيد النهائي واحدة
لاحظ اثنينهم شبان، اثنينهم حلوين. زيدان الله 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 اكبر من عمرك يا ولد بهذه اللقطة يا مصطفى. زيدان اوه على طريقة الكبار صاحب كربلاء الى زيدان، هذا المهاري زيدان، زيدان عبد الجبار، عملية تحضير الى سامي هند، تلعب وخطيرة الى احمد بشار، سجاد رعد باللقطة قرب فريق كربلاء الهدفين اللي سجلنا. شوف هذا الرجل هدف وخطيرة عبد العزيز، لكن الخطأ حرة مباشرة اللي بدأ مع الصناعات وأتى من زاخو الآن بالمركات عالية، الكرة خطيرة، بابا موسى قريب ومحمد هدف أول، هدف أول، هدف أول لشافيو ماموني، هدف أول لدهوك بخطأ كارثي من دفاعات نادي كربلاء. صقور الجحظ أربع خمس لاعبين من كربلاء، حلوة لمحمد سعيد، محمد سعيد رائع، شوف التمريرة وشافيو ماموني ما يكذب خبر بهدف أول. كربلاء سيحاول بالدقائق القادمة منار وبعيدة إلى ركلة مرمى، منار طه ركلة مرمى، فراس قريب، محمد مميز هذا الظهير الأيسر، انطلاقة والمحاولة وخطيرة لشافيو، أعتقد تسلل مصطفى، خطيرة داخل منطقة الجزاء، مشتاق طالب من اليمين و... هل يعدل أم هناك كلمة لدهوك؟ تصل للحارس أحمد بشر، كانت من رضا فاضل، حاول وطالت الكرة إلى ركلة، خطيرة كانت